إلى الذين ينتظرون سكوتنا. شوية الناس اللي بيتكلموا على التلفزيون المصري أو الخلافات المصرية السعودية والخلافات المصرية الإيرانية والخلافات المصرية الكهربائية، يا جماعة قبل ما تتكلموا بقى هو دوت فيه إيه أصلاً؟ هو فعلاً فيه خلافات؟ هو أنتوا أي حاجة تبقى وراها وخلاص؟ يعني أنتوا النهاردة يطلع صحفي ويكتب كلمتين يفصل فيهم الدولة وبعد كده يرجع ويعلن ويعتذر، أنت بتعمل كده ليه؟ والعميل المصري طالعين يتكلموا السعودية وخلاف وبتاع، في الوقت الفيني ولي العهد نفسه قال لك هم نفس الإعلاميين اللي بيهاجموا السعودية، هم اللي بيهاجموا الرئيس نفسه. في قمة في الاحترام، في رقي، أنتوا ليه بتعملوا كده؟ أنتوا ليه بتتكلموا في المنظر ده؟ اعرفوا الأول في إيه، هاتوا المعلومة كاملة قبل ما تطلعوا تهاجموا وخلاص. أنا مش فاهم أنتوا إزاي بتفكروا، إزاي عندكم إيه؟ معلوماتكم إيه؟ مصادركم إيه؟ أنا مش فاهم. انتوا لو نزلتوا الشارع شويه هتعرفوا الحقيقه، مش قاعدين بقى في مكاتبكم تاخدوا الكلمه بس وتوجهوا نفسكم. طب ما تعرفش النهارده الرئيس القمه العالميه النهارده في الامارات، قمه الحفاوه والاستقبال والعلاقات الطيبه، ده هتطلعوه ترند، ده هنقول النهارده كده في خبر النهارده في السوشيال ميديا وفي الحلقات وفي البرامج مره وخلاص. لكن تقدر تفضل تتكلم فيه لمده 10 15 يوم وتطلعه ترند؟ ما تقدرش، ما تعرفش، مش شايف انت الدسامه في الخبر فين او قوه الخبر فين، مش شايف انت، شايف بس الهيصه، تحب الهيصه، تحب تطلع حديده، طلع محمد عامر المظافر، عصام شعبولة، ده اللي انتوا فالحين فيه. فوقوا النبي بقى شويه، ارحمونا.